تصريح وزير الداخلية لما يقول أنه 50% من المتعاطين هم من الشباب، لا هذا الموضوع لربما يثير عليهم القلق بعد أكثر. نعم. لما من مسؤول رسمي. نعم نعم. يعني هذا الموضوع يوقفنا بصراحة بموقف الدهشة يعني. نعم، هو الحقيقة التصريح كان يخص الأشخاص الذين يلقى القبض عليهم، هنالك دراسة إحصائية بين الأشخاص الملقى القبض عليهم 53% منهم شباب. نعم. من فئة الشباب.